مساء الخير. معاناة قاطني مخيم كويت الرحمي في عفرين ما زالت مستمرة وسط اتهامات للجمعية المسؤولة عن المخيم وأيضا للمجلس المحلي بالتقصير وعدم الاستجابة لمطالب الأهالي. التفاصيل بحلقتنا اليوم من أوريانت بودكاست. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. من مخيم كويت الرحمي بينضم إلنا مباشرة محمد الحسن. سيد محمد، مساء الخير، شكرا لانضمامك إلنا بأوريانت بودكاست. بداية لو تحكي لنا شو اللي عم يصير عندكم بالمخيم، شو الشكاوى اللي عم تقدموها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأيضا انتشار الحشرات والأوبئة بالمخيم؟ مساء النور أخي العزيز. نحن مخيم كويت الرحمي كله مخيم نازحين من شتى المناطق، من سوريا، من حماة، من حمص، من الشام، يعني من إدلب، من حلب. صارنا بالمخيم قاطنين شي سنة وعشر شهور. طلعنا كنا ساكنين في قسم كان ساكن بعفرين، وفي ناس اجا من برات عفرين عملوا لنا مخيم هنا بالجبل، مخيم كويت الرحمي، وطلعنا على البلد المخيم مخدم من كل شيء. طلعنا على المخيم، سكننا بالمخيم، اجانا اول يعني من اول ما طلعنا على المخيم صار عندنا معاناة بالصرف الصحي، كان صرف الصحي سيء خالص. اجانا فصل الشتاء في اول سنة، كان السطح كان ما في سطح خالص، يعني ينزل عليك المي كأنه ما في شيء، يعني ما في سطح فوق، يعني حتى السطح كان سيء. مرقنا أول سنة، هلأ صارنا مدة شيء 8 شهور أخي العزيز كريم، يعني الصرف الصحي شيء لا يطاق. وين ما تروح بالمخيم أو حد المخيم تلقى المجاري الصرف الصحي عم ماشي لحالة فوق الأرض، والأوبئة والأمراض والحشرات شيء كارثي يعني عم يصير بالمخيم. يعني حتى المخيمات اللي حد منا عم يتضرروا لما يعدوا الطريق من مخيمنا، لانه صاير مخيمنا مع الطريق، يعني اللي يعدي بسي موتور او هني عم تطرش عليه المي وعم تبهدل بالاوساخ المي صرف الصحي. وناشدنا يعني اكثر من منظمه. تفضل كمل. يعني هلا جمعيه الخير هي اللي جمعيه شامل الخير هي اللي بنت المخيم، بس بنته يا اخي شيء سيء خالص، لا صرف. يعني هيحطوا هلا في الكتل، كل 40 كتلة عم يحطوا لها فرضا خرطوم صرف صحي 6 انج، يعني هذا ايش بده يصرف يا اخي؟ ما عم يصرف شيء، على طول يعني على طول في عطل بالصرف الصحي، يعني ما في شيء. رقابه كانت اول ما انبنى المخيم ما في حدا راقب انه بناء المخيم او تمديد المخيم ولا شيء، ما في اي شيء. عمروا جهزوا للعالم وسكنوا، يعني كانه غير صالح، يعني المخيم غير صالح للسكن اذا بدك تحطه على موج المخيمات اللي غير. يعني هلا صار صحي، هلا بعثت لك صور، هلا اليوم برات المخيم طايف الصرف الصحي، وهلا اليوم صار يبلش يطوف على البيوت تبع المخيم. يعني هلا في عيل تركت بيوتها وطلعت لانه ما عاد فيها تبرك بالمخيم من سوء المي، صارت تنبع من تحت البيت. يعني المواطن هلا وين بده يبرك؟ ريحه وحشرات وهني، يعني ترك بيته وطلع على بين ماء، ما في حدا يعني انه هذا جي ساعد انه. طيب سيد محمد، يعني لو بتحطنا بصورة الوضع بالمنطقة، حكيت لي انه في مخيمات قريبة منكم من مخيم كويت الرحمي، كيف الوضع عندهم بالمخيم؟ هل هو افضل حال من وضع مخيمكم ولا الحال واحد كما يقال؟ الاخي كتصرف الصحي المخيمات دي كده وضعها احسن من وضع مخيم، يعني وضع مخيمنا شيء على الصرف الصحي شيء لا يطاق. يعني كل المخيمات وضعها احسن من وضعنا على الصرف الصحي. طيب اليوم شو ناقصكم محمد؟ شو الحلول اللي حابين تطرحوها بهذا اللقاء للجهات المسؤولة، لجمعية شامل خير اللي ذكرتها، للمجلس المحلي بعفرين، لتحسين الواقع المعيشي أو تحسين الوضع عندكم داخل المخيم؟ أول شيء يعني كنا نعاني من طريق اللي كان طلعت على الجبل، كان طريق شيء سيء. في فاعلين خير برعوا عملوا الطريق شوي، زاد هلا يعني اكثر شيء عم نعاني من شغله الصرف الصحي، يعني شيء كارثي. يعني عم يعني طالب بس انه المجلس المحلي او المنظمه اللي المجلس المحلي يضغط على الجمعيه اللي عملت المخيم انه تضبط هالصرف الصحي، لانه الصرف الصحي انا قولاتي كانسان عادي ما فيني اضبط، لانه في بده يعني بده تغيير الصرف الصحي، اغلب المحلات لتغيير الشيء الكامل، يعني بده ميزانيه لا يضبط صرف الصحي للمخيم. يعني انا كقولات وكمواطن شو ألمي ما فيك تلم تكلفة تمديد من جديد الصرف الصحي تبع المخيم. يعني اليوم هي المشكلة الابرز عندكم داخل المخيم هي موضوع الصرف الصحي.
نعم اخي الكريم، ابرز شيء هي مشروع تبع الصرف الصحي، يعني الصرف الصحي صار يعني هلا كان ينبع برا المخيم، هلا صار ينبع تحت المخيم. يعني العالم وضع يلي ساكن المخيم وضعه ما يسمح له انه والله يحط كوراته تايمد صرف صحي، لانه بده يعني اكثر الصرف الصحي بده شيل من محله وتبديل يعني بواري جديد، صرف صحي جديد للمخيم. طيب محمد، انتم يعني كاهلنا موجودين داخل المخيم اليوم، انتم كاهلنا موجودين داخل المخيم وعم تتعرضوا لهي المشاكل داخل المخيم من موضوع، وخاصه موضوع الصرف الصحي كونه المشكله الابرز، ما تجمعتوا كاشخاص كاشخاص اعتباريين وجهاء اذا بدنا نسمي بداخل المخيم ورحتوا على جمعيه شامل خير او على مجلس المحلي بعفرين طرحتوا لهم مشكلتكم؟ يعني الجمعيات اللي بالمنطقة هل وصلهم صوتكم ولا لا؟ هلا يا استاذ، هلا احنا لما مخيمنا من فترة 6-7 شهور تعرض للغصب، شو عندك خبر؟ كنا لجانا المجلس المحلي وللوالي ولا شيء مشان يغيرونا موقع مخيمنا لانه عم ننقصف، وصار عنا شهداء وصار عنا دمار بالمخيم، ما حدا استجاب لنا. يعني هذيك المحل هذيك اهم مرحلة، يعني انه القصف والضرب، كنا عم ننقصف خميس، كنا عم نقصف جمعة وثلاثة، وناشدنا المجلس وناشدنا آفات وناشدنا المكتب الإغاثي وناشدنا كل اللي يساعدونا انه خيو لقونا بديل هالمخيم، ما حد استجاب لنا، لا عاد هلا بده يستجيبونا مشان تمديد الصرف الصحي. طيب بهاي النقطة حكيتوهم، تواصلتوا مع حدا من الأشخاص مشان هاي المشاكل الحالية هلا؟ هلا في ناس تواصلت وعم يعدونهم، بس من يعني الشهر صار الصرف الصحي في 8 شهور، يعني هذا المشكلة مو جديدة يوم يومين. يعني انت بتقول بانه الجمعيه والمجلس بيعرفوا هاي المشاكل اللي صايره داخل المخيم، عنده الخبر الجمعيه والمجلس انه مشكله الصرف الصحي. طيب الصرف الصحي يعني تفضل، يعني يعرفوا المشكله انه الصرف الصحي بهدل، يعني في ناس اشتكت وفي ناس اجوا صورت، ما امسيات يمكن اجت الوزاره صورت كمان المأساة، وجا يعني بس انه ما في حدا عم يستجيب للوضع كلياته. اول هون قرات يعني كانوا نقاط بالمخيم، يعني ما في عالم، يعني من المواطن ما في يدفع تكلفة انه يزبط من جديد الشغل، انه يزبط يعني على حسابه مثلا ابدا ما في. طيب اكيد يعني لانه اشخاص يعني مقيمين داخل المخيم لو وضعهم بيسمح كانوا اكيد ما ظلوا بالمخيم اساسا. طيب بدي اسالك محمد، يعني موضوع الحلول تحديدا اليوم لمشكله الصرف الصحي داخل المخيم شو هي؟ اذا طلعتوا لعند الجمعيه بيمشي الحال؟ هل يا ترى بيسمعوكم؟ اذا رحتوا على المجلس المحلي هل يا ترى بيسمعوكم؟ واذا في حلول تانية موجوده علو تخبرنا هي، على وعسى انه تنتشر على الاعلام نشوف بلكي بيكون في حل متقارب لهي المشكله. استاذ الكريم، هلا الجمعيه او المجلس يعني فيهم لما يشتغلوا عندهم معدات وعندهم امكانيه يعني يشتغلوا يضبطوا انه الصرف الصحي بالمخيم وبرات المخيم، بس احنا كمسكان ما في يضبطوا الامكانيه اللي بدها، لانه بدها ميزانيه، والعالم هون الله يساعد، تعرف انت اللي نازح وبارك البيت بقولاته ما عنده امكانيه يساعد انه يضبط لحاله. الجمعية عندها خبر بالصرف الصحي انه من الصرف الصحي انه شيء بهدلة، والمجلس عنده خبر، يعني هلا كله طيب، يعني هلا يعني وصل قراته الصرف الصحي للبيوت، صار الطوف على البيوت، يعني هلا العالم من عاد الحشرات اللي عم يعني الليل كله العالم عم تنام من كثرة الحشرات اللي عم تصير بالمخيم والاوبئة، يعني مخيمنا معرض للاوبئة والكوارث القراته. الله يحميكم يا رب، الله يحميكم، إن شاء الله ما بصير أي مشاكل عليكم. رسالتك الأخيرة محمد بختام هذا اللقاء شو بتحب تقول؟ رسالتي الأخيرة نطالب أنكم كجهة قراتي إعلاميا تسلطون الضوء على مشروع موضوع الصرف الصحي، تضغطون على المجلس المحلي على الجمعية أنه بس يبادروا أنه تضبيط هالصرف الصحي للمخيم، لأنه صار قراته يعني راح يعرض يعني نظل هيك الفترة لآخر الصيف، راح تصير كارثة يعني بالمخيم من سوء الصرف الصحي. بنأمل يوصل صوتكم ويتحسن الوضع قريبا في القريب العاجل. محمد الحسن كنت معنا من مخيم كويت الرحمي، بدي اشكرك كل الشكر على مداخلتك ومشاركتك معنا في أوريت بودكاست، وشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا، وبدنا نذكر بأنه حق رد متاح لجميع الأشخاص والكيانات اللي انذكرت خلال هذا اللقاء. كل الشكر، استنونا بأوقات تانية وببرامج تانية ومواضيع أخرى. إلى اللقاء.